نبقاو نكرموا الفنانه ديالنا والرياضيين ديالنا ونهزوا بهم بفضل الجمهور ديالنا. وبارك عليا انا غير المنابر الاعلاميه ديالكم يعني بارك عليا المواقع والصحافه ديالنا راه هما كلشي. التلفزيون بيني وبينك هادشي غيوصل غيوصل لان راه كلشي دابا كيشوف الواتساب وكلشي كيشوف كل اللي كيتفرج التلفزيون. التلفزيون ديالهم يغملوه انا تنقولها لهم واخا ماشي ديالهم ديالنا وديال الشعب ولكن هاد المسؤولين اللي كاينين فيه حرام عليهم هادشي اللي تيديروا لانهم تيحرموا المواطن المغربي باش يشوف بحال الحفلات وبحال السهرات ويشوفنا كنحتفيو بالفنان المغربي وبالرياضي المغربي ويشوفنا وحنا كنتعاونوا مع بعضياتنا حنا الفنانه. بالنسبه للمبادره اللي قام بها السي سعيد الناصري في ليله نجوم الشاشه انا ما كنتش عارفه. جاني اتصال هاتفي قال لك غادي نجيو كاينه مفاجاه من كنشوف بان السي سعيد هو اللي جا وشاف الحاج شاف الحاله ديالو وكنشكرو على هذا الالتفات. المبادره ديال سعيد الناصري فريده من نوعها انها بادره يشكر عليها يجب ان نتمنها نظرا لانها هي البادره اللي ما دارتهاش الدوله ما دارتهاش اي وزاره ما دارتهاش دارها شخص بوحده هو سعيد الناصري. بادره طيبه وداز التكريم ديال عده اشخاص عده فنانات وفنانين اللي هما تكرم عليهم بالديور بسكن وهو جات النوبه ديال احمد السعري تكرم عليه بهذه الليله هذه فيشكر عليها لان السعري ليس بالسهل فهو من كان يعمل في المسرح البلدي ف تعامل مع عدة فنانين أجانب ومغاربة ونظم جولات في الداخل والخارج والمجموعات الغنائية كلهم مدينون لهذا الرجل. جيت بكل فرح بكل سرور أنني أزر الزملاء ديالي اللي غيتكرموا في هاد الحفل منهم سي السعري شفاه الله يشافيه وأستاذ حسين بن ياز ولو بتي عمر الرياضي اللي ان شاء الله غادي تكرم. فهذه مبادره جميله جدا كتبين بان المجتمع المغربي باقي فيه هذه روح التضامن وروح التآزر بين الابناء ديالو. هو السي الناصري مدير واحد البادره اللي كبيره وكبيره بزاف انه كل عام كيكرم فنان او رياضي. هذا العام كاين السي السعري اللي غيتهدى ليه منزل فهذه بادره طيبه اللي كنتمنوا ان ما يكونش غير سعيد الناصري يكونوا سعيدات بزاف اللي كيديروا هذه البادره وجميع الفنانه وجميع الصحفيين راه معاهم وحنا راه معاكم بالقلب وتحيه لولاد الشعب. جاتني غزاله وزوينه وسعيد الناصري خونا وحبيبنا وعزيز علينا وخدمنا معاه السنين هذه الله يعمر ليه الدار وكيخلصنا واللي بغى يقول عليه شي حاجه ما عنده ما يقول عليه وعنده ما يقول ودائما كيدير حفلات وكيعطي للناس الديور خصو معي يقروا بيه صراحه. ودابا جمع الفنانه وجمع المغنيين وجمع الرياضيين وجمع الجوق وجمع الصحافه والله يكمل عليه والله يعاونه نتمنى ان شاء الله يدير لنا حفله اخرى. صراحه لانه مهمه جدا مهمه جدا وهي بو اكيد سعيد الناصري كل ما لقاش ناس بجنبه ناس اللي غادي يساندوه عاونوه يعني ماديا ومعنويا ما يمكنش له يحقق يعني حفل بهذا الحجم وكيضر لي خاصه حنا بالنسبه لنا يعني هذه الحفله هذا الخامس هذه النسخه الخامسه عندها واحد الطابع خاص لانه تجمع فيه واحد العدد ديال الفنانه وعدد ديال الرياضيين معروفين مرموقين اللي عطاو الشيء الكبير لنادي الرجاء البيضاوي وقلت حتى كاين تم بعد بطبيعه الحال حاضر واحد العدد ديال المسيرين ديال كرة القدم. شوف هذه كلها كيظهر لي انا صراحة تحقيق او يعني حفل بحال هذا الشكل دائما خص الناس اللي القلوب ديالهم يعني حلوة ورحيمة وكتعطف وكتحن.